الامارات امبارح امطار اعاصير سيول رياح برق رعد، وضع غير طبيعي. امبارح الاماراتيين وصفوا بانه يوم القيامه، يوم القيامه والعياذ بالله. مع ان سبحان الله تعالى الامارات قريبه من قطر، قريبه يعني في الخليج اذا على الخريطه دول لازقين في بعض يعتبر، لكن الوضع في الامارات امبارح وصل لدرجه غير مسبوقه. من اكثر من 75 عام لم يرصد الامارات هذا الوضع ابدا، لدرجه ان السماء لونها اخضر. يا ساتر يا رب لطفك. الاشياء هذه ما اشوفها الا بالفلام. ورب الكعبة. المشاهد بقى كتيرة جدا 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 جدا. على سبيل المثال فخر ما صنعته الامارات، وبتقول لك احنا عندنا مطار دبي، كانت الطائرات في مطار دبي بهذا الشكل. طبعا بقى بعض الناس يعني قال لك والله ده بسبب اللي الامارات عملته وسندت بشار الاسد. السوريين اخواتنا السوريين قال ده سبب ما فعلته الامارات في سوريا، خبث الامارات وابن زايد يعني. فرد المصريين على السوريين قالت لا، ده بسبب ان الامارات ادت لسيسي فلوس وما فعلته الامارات بفلوسها الخبيثه فين؟ في مصر. فرد المغاربه والجزائريين قال لا 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 لا, لا. انتوا نسيتوا كلام تبون من 3 ايام، ده بسبب فلوس الامارات الخبيثه وما فعلتها في المغرب والجزائر والانقسام اللي ما بين الشقيقتين. فرد الليبيين على الجزائريين قال له لا لا وسع يا عم انت وهو، ده بسبب الفلوس اللي الامارات، الفلوس الخبيثه اللي الامارات دفعتها لحفتر عشان يعمل في الليبيين كده. بعض الناس تانية قالت لا دي ولا دي ولا دي، ده بسبب الخيانة الإماراتية لغزة، بسبب ما فعلته الإمارات من تقرب لإسرائيل، بسبب أن الإمارات جعلت الإمارات، بسبب أن ابن زايد جعل الإمارات مرتع لإسرائيل. راحت الناس تانية ردت قالت لا 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 ما أعتقدش الكلام ده صحيح. القطريين قال ده بسبب الإمارات وخبثها في حصار قطر. رد الصوماليين على القطريين والمصاروة والجزائريين والمغاربة والسوريين لا 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 لا، بسبب الإمارات وما فعلته في الصومال من خيانة وانقسام الصومال إلى صوماليا لاند وصومال اللي هي الدولة المعترف بها دوليا. فكل الناس عمالة تتكلم، فدخل السودانيين في الدور قال لا 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 لا، انت بتقول انت وهو، احنا عرب واخوات لكن اللي حصل في الامارات ده بسبب الخيانة الاماراتية والخبث الاماراتي وسرقة الامارات للذهب السوداني ومساندة الامارات لحميدتي قائد ميليشيا الجنجويد واللي بيعملوه في السودان. المهم ان كل الدول العربية والشعوب العربية امبارح قعدت تدي لبعضيها وتقول ان اللي حصل في الامارات ده غضب من ربنا بسبب خيانة الإمارات وخسة الإمارات وخسة عيال زايد ودويلة الإمارات وما فعلته في الأمة العربية والإسلامية دولة دولة. لكن المشاهد كانت بهذا الشكل. أنا بنقل لك الناس كانت بتقول إيه على المشاهد اللي حصلت في الإمارات من أعاصير وسيول ورياح وسماء الإمارات اللي تلولت للون الأخضر مرة واحدة مع برق ورعد بهذا الشكل. طبعا بعض الناس ردت على الناس الأولانية، ردت على المصريين وردت على المغاربة وردت على الجزائريين وردت على التوانسة وردت على القطريين وردت على السودانيين وردت على الصوماليين وردت على السوريين وردت على كل موضع خبيث كان عيال زايد موجودين فيه. ناس ردت عليهم قالت لا انا شايف ان اللي حصل في الامارات ده غضب من ربنا. هو انتوا نسيتوا الامارات والبيت الابراهيمي؟ نسيتوا الامارات واللي عملته من المعبد الاسرائيلي للاسرائيليين في الامارات؟ نسيتوا الامارات والمعبد الهندوسي اللي عملته مودي اللي لسه مفتتح المعبد ما كملش شهر؟ فالناس عماله ترد، يعني هو كل الناس عماله ترد عن سبب اللي حصل الامارات امبارح، رغم ان الامارات على الخريطه لو صغرتها هتلاقي قطر بتبعد عن الامارات نص ساعه باللانش. الدول دي السعوديه في ظهر الامارات مباشره، يعني السعوديه في ظهر الامارات مباشره. فبعض الناس قالت لا احنا شايفين ان الامارات غضبت ربنا، خلت اعتقلت اهم علماء الامارات ومشايخ الامارات وسبت لنا امثال وسيم يوسف ومحمد الموسي اللي قال لك لو شفت ابن زايد بيزن نص ساعه على الهواء اتفرجوا واستمتعوا لكن ما تنقلبوش ولا تخرجوا على الحاكم.
فبعض الناس قالت لا ده الامارات عملت بيت ابراهيمي وبنت معبد لعباده الهندوس والسيخ والكلام ده كله في الامارات، فاللي حصل لها ده بسبب اللي هي عملته. كده انا عرضت لك وجهتين نظر. ناس قالوا ان ده اللي بيحصل في الامارات سبب الخبص الاماراتي والمكر الاماراتي والخيانه الاماراتيه للدول العربيه واللي عملته في الشعوب العربيه بفلوسها الخبيث. وناس تانية قالت لا ده بسبب البيت الابراهيمي والمش عارف ايه المعبد السيخي والمعبد الهندوسي والكلام ده كله والعلماء اللي اعتقلوا وتصدر المشهد لوسيم يوسف وامثال العلماء المستنطعين دول. في ناس تالتة بقى ردت على الناس الاولانيه والناس الثانيه وقالت لا ده اللي حصل في الامارات على سبيل المثال في مطار دبي او في اي فندق في دبي ان عدد الغرف في الفنادق وعدد الغرف في الابراج التجاريه اللي بيمارس فيها الدعاره اكتر من عدد الغرف التجاريه اللي بتمارس فيها الاعمال التجاريه. فيعني ايه؟ طب يا جماعه ندخل بقى على تغريدات الناس ونشوف ردود الناس. ان الامارات بقت الدوله الاكبر في العالم لممارسه وتقنين الدعاره والكلام ده كله. اغلب نجوم الناس الحاجات اللي بتشتغل في الحاجات ديت والعياذ بالله بقوا موجودين هناك. بعض الناس ردت وقالت يا عم انت ما بتشوفوش فيديوهات البث المباشر، ما اعرفش فيديوهات البث المباشر دي يقصدوا بها ايه، على برامج البث المباشر والبنات اللي من كل الدول العربيه علشان تعرف تعمل مشاهد وتطلع في بث مباشر بلبس مش لطيف اضطرت انها تروح دبي. فبعض الناس بدأت تقول ان اللي بيحصل في الامارات ده يعني اتودي لمرحلة انه غضب من ربنا. فناس تانية بقى اللي هم اللي بيدافعوا عن الامارات دايما في كل مكان قال لك لا وجهة النظر الاولى غلط، الامارات ما عملتش حاجة في الدول العربية. ووجهة النظر التانية غلط، الامارات ارض الاديان. ووجهة النظر التالتة غلط، الامارات في حتة الناس اللي بتقلع البورنو والدعارة والكلام ده، ده حرية مطلقة. طيب امال اللي حصل فيكم ده ايه؟ قال لك لا ده الامطار نعمه من ربنا. فانا بقى مش هرد على الناس الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه وارد على اللي قال لك الامطار نعمه من ربنا. مش في كل الاحوال الامطار نعمه من ربنا على فكره. مش في كل الاحوال الامطار نعمه من ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران الكريم: واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها. المترفين اللي هم امثال ابن زايد وابن سلمان وملك البحرين وملك الاردن والسيسي، المترفين الفسقه. امرنا مترفيها. فعملوا ايه يا ربي؟ ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. واللي بيحصل في الامارات هو الفسق، واللي بيحصل في السعوديه هو عنوان الفسق من مواسم الرياض، واللي بيحصل في مصر من الفن والكلام اللي بتشوفه ده عنوان الفسق. امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. بعض الناس بقى اللي بتقول لك اصلي لا ده عادي جدا جدا الامطار رزق. مش في كل الاحوال الامطار رزق والله. وعلى سبيل المثال الأمطار في عهد نبي الله نوح كانت غضب من الله عز وجل لإغراق القوم الظالمين. ربنا سيدنا نوح قال إيه؟ ربي لا تزر على الأرض من الكافرين ديارة، صح كده؟ طيب فربنا سبحانه وتعالى لنثبت إن كانت الأمطار ليست رزقا في عهد نبي الله نوح، لما حصل اللي حصل خلاص للقوم الظالمين ربنا قال في القرآن الكريم إيه؟ ها؟ وقيل يا إيه؟ وقيل يا أرض ابلعي مائك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. يا سماء أقلعي يعني أوقف الأمطار، أوقف الأمطار. يا أرض ابلعي مائك يعني يا أرض امتص المياه الأمطار اللي نزلت من السماء، وغيض الماء يعني نقص الماء اللي هو نزل من السماء. تمام؟ فمش في كل الأحوال كانت الأمطار رزق من الله عز وجل، مش في كل الأحوال. في البداية وفي النهاية ربنا يسلم الأبرياء المخلصين القابضين على الحق في الإمارات. سلام عليكم.